أخبار المغرب بإيجاز من استوديو قناة الجامعة المغربية كامبوس ماروك تي في. مرحبا بكم. قررت السلطات المغربية أمس الثلاثاء تعليق الرحلات الجوية من وإلى تونس بسبب تفشي فيروس كورونا، وتوصلت مختلف شركات الطيران الجوية اليوم برسالة من السلطات المغربية تفيد بتعليق جميع الرحلات مع تونس إلى إشعار آخر، وذلك انطلاقا من يوم غد. وضعت سلطات مدينة الدار البيضاء اللمسات الأخيرة للشروع في تشييد مشروع بيئي وترفيهي بمنطقة النواصر يحتضن أكبر ضاية صناعية بالعاصمة الاقتصادية. وقدمت الوكالة الحضرية لمدينة الدار البيضاء ومؤسسة نوفاك التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير الخطوط العريضة للمشروع أمام كبار المسؤولين في منطقة النواصر، والذي سيشيد على مساحة تتجاوز 26 هكتاراً. وفق عدة مصادر، فإن القوات المسلحة الملكية أحدثت مؤخرا نقطة مراقبة أمنية ثابتة بقلب معبر الجرجرات الحدودي لتأمين الشاحنات والمواطنين العابرين من وإلى المملكة المغربية. وكان الجيش المغربي قد أعلن في 13 من نوفمبر العام الماضي أن معبر الجرجرات جنوبي المملكة أصبح مؤمنا بالكامل بفضل حزام أمني يضمن تدفق البضائع والأشخاص عبر المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا. بلغت قيمة صادرات المغرب إلى البرازيل أزيد من 251.88 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يمثل نموا نسبته 23.18% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف المصدر ذاته أن إجمالي الواردات تبلغ 141.74 مليون دولار، لتسجل المملكة فائدا يقدر ب 110.13 مليون دولار في ميزانها التجاري مع أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية. دعا خبراء خلال الملتقى الذي أقيم في إطار ندوة نظمها المركز الأمريكي Underground Republic أمس الثلاثاء الإدارة الأمريكية الحالية إلى دعم جهود المغرب الرامية إلى حل قضية الصحراء على أساس حل سياسي قائم على الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي. وأكد المشاركون في الملتقى أن القنصلية الأمريكية بالداخل من شأنها تسهيل الاتصالات بين الفاعلين الاقتصاديين المحليين ونظرائهم الأمريكيين وتعزيز الاستثمارات والمساعدة الأمريكية لتنمية المنطقة وفقا لاتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة والمغرب. احتج عشرات الشباب مساء أمس الثلاثاء بمدينة المضيق على قرار إغلاق المساجد وإلغاء صلاة التراويح خلال شهر رمضان، ووصف مجموعة من المحتجين هذا القرار بالعشوائي في إشارة إلى أنه كان من المفترض وضع بعض التدابير والإجراءات المرتبطة بالوقاية من فيروس كورونا بدل إلغاء الصلوات، وطلب المحتجون بفتح المساجد مع وضع التدابير اللازمة والحرص على التقيد بها. نهاية الموجز، إلى الغد.